دنيا زينة دنيا زينة تبعني نجي ودنيا زينة دنيا زينة دنيا تفن وكيف وعيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يا زينة. المهم أن تكون هناك دولة واحدة بمؤسساتها ممثليها في كل المجال إدارة. وأنهم يتحدثون عن انقلاب دستوري. أول الدستور نحن في ظل الفصل 80 حالة الطوارئ. في ظل الفصل 80. معنى كيفاش ينجموا يتحدثوا عن انقلاب أشكر معنى هذه وتسريب قريبنا عن وزارة الدولة. نحن دولة واحدة ودولة دولة بالفعل تقوم على المؤسسات. الدولة تقوم على احترام القانون احترام الدستور في المقام الأول. ومن يعني يريد أن يتحصن بالدستور وبالحصانة إلى آخر ذلك فليتحصن بها. أما يلزم تخرج من الدولة. ثم على رقم 25 في حالة تلبس. بعض الأشخاص موجودين في حالة تلبس. بعض الأشخاص موجودين في حالة فرار. ما صرفش على المجلس الحكومي الدول بل لأنه الوضع ولا وضع يمس الدولة. دولة قائمة على المؤسسات على احترام القانون والمرجع هو صلاحيته ونقول لا هذا محلاب هو يمارس في صلاحيته بالنص بناء على النص تقول له انقلاب يعني يمر في قضايا يتم افتعاله وفي نفس الوقت يعني يتم التسويق لهذا معنا كل يوم ولو ما نهتمش بيهم تماما اصلا. على كل حال انا دولة واحدة تكريم مؤسساتها واحدة القانون واحد وعلى من يطالب بتطبيق القانون ان يطبقه في في المجلس. علاش ما تعداوش هذو معنا فما قداش من قضية متاع تحيل وقضية متاع تهريب مخدرات وقضية متاع تهريب لا قاعدين معنا شبيه خير من الناس هو يتمتع بالحصان. ايه انت كمجلس علاش ما تحطهاش قدام المجلس كان قال لأسباب سياسية ترفض هك عندك الحق مش ترفض ولكن مش نخبيها ونقعد نساوم بها. ونحب نقول للشعب التونسي رانا دائما على المبدأ وثابت ولا أقبل معنى التنازل عن المبادئ التي انطلقت منها. معنى لا مش ندخل في مناورات ضد هذا وضد آخر معنى نعمل كان تحت الأضواء ألا واجب التحفظ بالنسبة لأمن الدولة وبالنسبة للمسائل ذات العلاقة بدول أخرى. نعمل كان نعمل اللي تحدثوا فيه معنى اللي يحصل غريب. والمسألة مش مسألة أشخاص المسألة مسألة دولة تونسية عن مسألة مؤسسة يفهم ناس مطالبين للعدالة وتوجيه وقته تحل ملفاتهم معنا ويتحدثوا معنا ويتحدثوا لو محلين كبار في السياسة محلين في السياسة وعندهم الأخبار. فما ناس مطلوبين للعدالة وسيحالون على العدالة لأن فما عدل ولا القانون يطبق على الجميع على قدم المساواة. ما فماش حد خير من حد خير من حد. بس نقابل فلان ايه تقابل فلان ما ولا باس تقابل فيه انت فيه انت في إطار الدبلوماسية متاع طول سمى دبلوماسية وخارجية برك. ما فماش عاصر الاخر الاخر نتكلم فلان ولا نحن عن عزة وعن الكرامة وعن دولة تونسية وكل واحد في اختصاصه. ما ندخلش في اختصاص السيد رئيس الحكومة ولا السيد وزير الدفاع ولا عنده كل واحد اختصاصه في إطار القانون. لا الاخر مرام منطق القاعدين يلعبوا شكوبة معنا شكون
يلعبوا شكوب معنا شكون اللي يسكر لك معنا ماهيش دولة تونسية ماهيش دولة تشكيل. أيضا تلاقوا بمشاريع قوانين بتهم التونسيين. على كل حال هذا اللي حبيت نقوله لكم وحبيت نوري للشعب التونسي وأننا رانا دولة مانش مجموعة من العصابات لا نعمل في الظلام ثابتين على المبادئ لا وجود لتحالفاتك في الظلام ولا في السر ولا باش تقابل مع فلان نكلمه باش نتحالف مع لما نتحالف كان مع الشعب التونسي هذا كو حليفي ولا أخاف إلا الله رب العالمين. فالفجر آت والظلام سيندحر والقيد مهما ضاق في أيدي الأمام سينكسر والحق ليس سواه في هذه الحياة سينتصر. معتقل في سجن بلادي أشكو من قسوة أصفادي قد كنت أدافع عن شرفي فجزيت بصوت الجلاد. معتقل في سجن بلادي أشكو من قسوة أصفادي قد كنت أدافع عن شرفي فجزيت بصوت الجلاد. زور الأعلام يحاربني جلادي من يستجوبني ومحامي دفاعي حيران فغريمي من سيحاكمني. زور الأعلام يحاربني جلادي من يستجوبني ومحامي دفاعي حيران فغريمي من سيحاكمني. طالت سنوات محاكمتي والعالم يشهد مظلمتي قد عاف السجن مساكنتي والقيد شكا حال فؤادي. معتقل في سجن بلادي أشكو من قسوة أصفادي قد كنت أدافع عن شرفي فجزيت بصوت الجلاد. أرفع شكواي إلى الباري أدعو في ليلي ونهاري سيموت الظالم مهما طغى ويذوق عذابات النار. أرفع شكواي إلى الباري أدعو في ليلي ونهاري سيموت الظالم مهما طغى ويذوق عذابات النار. أدعو يا ربي أكرمني إني مغلوب فانصرني بسبيلك يا مولى سجني ودعائي لك خير عتادي. معتقل في سجن بلادي أشكو من قسوة أصفادي قد كنت أدافع عن شرفي فجزيت بصوت الجلاد. معتقل